السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل التقويم، الوحدة 6 الحركة في بعدين، على القسم 1 حركة المقذوف، منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الدراسي 2016-2017. ردد شعاري المثابرة: أقرأ أفهم أحفظ أطبق ولا أؤجل عمل اليوم إلى الغد. جيب ورقة وقلم عشان تحل معي، وجيب الورقة اللي كاتب فيها معادلات حركة المقذوف. يرمي لاعب لعبة الرشق بالسهام سهما أفقيا بسرعة 12.4 متر لكل ثانية. رسمناه بهذا الشكل. يرشق السهم في اللوحة من ارتفاع 0.32 متر عن الدائرة الصفراء في اللوحة. ما مقدار المسافة التي يبعدها اللاعب عن اللوحة؟ قرأت، رسمت وحطيت المعطيات على الرسم، ومع ذلك حطيت المعطيات هنا. هاي السرعة الابتدائية الأفقية، الموقع الابتدائي 32 من 100 متر، الموقع النهائي 0 بده دلتا اكس. المسألة هذه من الإطلاق الأفقي، لذلك دلتا اكس تساوي بي اكس في تي. دلتا اكس مجهول، بي اكس عندك ياها، وتي مجهول. مجهولين في المعادلة ما بيصير، لكن انت بتعرف من النظري زمن الحركة الرأسية يساوي زمن الحركة الأفقية. كما تعلم ان السرعة الابتدائية الرأسية 0، اذا نحسب زمن الحركة الرأسية. دلتا واي واي تساوي السرعة الابتدائية الرأسية في الزمن زائد نصف العجلة في مربع الزمن. هذه بصورة عامة. دلتا واي تمثل الإزاحة الرأسية. الإزاحة الرأسية تساوي الموقع النهائي ناقص الموقع الابتدائي. السرعة الابتدائية 0 زائد نصف العجلة اللي هي عجلة الجاذبية الأرضية انت عم تتعامل. لذلك هذه المعادلة كتبتها بشكل عام. نكمل تعويض وترتيب. واي فاينل 0 واي اي عبارة عن 32 من 100، تصير المعادلة بهذا الشكل. فيها مجهول 1 هو تي تربيع، تي تساوي جذر التربيع 32 من 100 على 4.9، بيطلع الزمن 0.26 ثانية. لم ينتهي حل المسألة لأنه المطلوب عندك دلتا اكس. بس تحل انظر للمطلوب، هل حققت المطلوب عشان ما تنسى. اذا بنعوض بالمعادله دلتا اكس. لاحظ جبتها كلها، دلتا اكس وتساوي بي اكس في تي، النوع من التدريب على حفظ المعادلات. وانت عم تكتب قول دلتا اكس وتساوي بي اكس في تي وتساوي، هذه عباره عن السرعه الافقيه، وهذا عباره عن الزمن، وهي المسافه المطلوبه. في امان الله، ولا تنسونا من الدعاء.